السلام عليكم. اليوم راح نشرح الاوربتس. بالبداية راح نبدي بالبوني اوربتس، نشرح فقط الامبورتنت لاند مارك اللي نشوفه بالبوني اوربت. اول شيء نشوفه مهم، نشوف اكو هنا اكو ديبرشن، هنا اكو ديبرشن، شو نسميها؟ لاكريمال جروف. لاكريمال جروف، هذا اللاكريمال جروف راح يجي يقعد، شنو بي راح يقعد؟ راح يقعد اللاكريمال ساك، ونهاية المفروض تكون مفتوحة، راح تدخل بها نيزولاكريمال داكت. نيزولاكريمال داكت اللي راح تروح للنوز وتنفتح بالبلو ذا انفيرير كونك. اوكي، هاي اللاكريمال جروف بيها امامها اكو، امامها فد اج واكو خلفها اكو اج. هذه اللي امامها شو نصيح لها؟ انتيرير لاكريمال كريست. انتيرير لاكريمال كريست اللي هو يعتبر بارت اوف ماكسيلري بون، بارت اوف ماكسيلري بون. بينما اللي خلفها هذه هي posterior lacrimal crest، هذه posterior lacrimal crest اللي هي تعتبر part of lacrimal bone. lacrimal bone اوكي، هذا اللي نشوفه باللاترال wall. بعد شو نشوف مهم؟ نشوف بالsuperior wall اكو هناهم depression كبيره، depression نسميها lacrimal fossa. lacrimal fossa، هاي lacrimal fossa يجي يقعد بها lacrimal gland. lacrimal جلاند. اوكي، بالانفيرير وول شو نشوف؟ نشوف اكو جروف، اكو جروف هنا بالانفيرير وول، شو نسميه هذا؟ انفرا اوربيتال جروف. انفرا اوربيتال جروف هذا امتداد لهذه الفرامل. ليش سمينا نسميها انفرا اوربيتال فرامل؟ راح تجي تدخل منها هنا، يصير جروف وتدخل. اوكي، بعد شنو مهم بالانفيرير وول؟ هو ذا ثينست وول. ثينست وول، فلما يصير برجر يزاد انتراوكلر برجر راح يصير بي هرنيشن للاي من خلال هذا الوول. بعد شنو عندنا؟ عندنا اكو بنص الاوربت، ايش راح نشوف؟ اكو فتحه بالنص، هنا صايره فتحه بالنص صغيره، نسميها اوبتيك كانال. اوبتيك كانال، هذه الاوبتيك كانال ايش راح تنقل لنا؟ راح تنقل لنا اوبتيك نير واوفثالميك ارتري. اوفثالميك ارتري اوكي، بعدها راح نشوف هنا اكو فد يعني فيشر، فتحه طويله نسميها فيشر، نسميها سوبيرر اوربيتال فيشر. سوبيرر اوربيتال فيشر، هذه هي سوبيرر اوربيتال فيشر. شنو تنقل السوبيرر اوربيتال فيشر؟ راح تنقل الثيرن نيرف الثالث والرابع، الثالث والرابع وفيرست ديفيجن اوف ذا الخامس يعني الفيفث كرينيال نيرف والسادس والسوبيرر اوفثالميك فين. الثالث شي نسميه اوكلوموتور، الرابع تروكيليار، الخامس هو ترايجم يعني الفيرست ديفيجن اوفثالميك ديفيجن اوف ترايجمينال نيرف، واخر شي السادس ابدوسنت والسوبيرر اوفثالميك فين. اوكي، هذا الفيشر الثاني شي نسميه انفيريور اوربيتال فيشر. انفيريور اوربيتال فيشر، هذا ايش راح ينقل انفيريور اوربيتال فيشر؟ راح ينقل الماكسيلري ديفيجن اوف ترايجمينال نيرف اللي هو الديفيجن الثاني، وراح ينقل الزايجوماتيك نيرف اللي هو برانش اوف ماكسيلري ديفيجن اوف ترايجمينال نيرف، وراح ينقل انفرا اوربيتال فيسلز اللي هي منها راح تجي، منها راح تدخل بالانفيرير اوربيتال فيشر. اوكي، هذا بخصوص الامبورتنت لاند مارك بالبوني اوربت. بعدها ايش راح نشرح؟ راح نشرح الاكسترا اوكيولار ماسل اللي راح نشوفه بهذا النموذج. اكسترا اوكيولار مصل. اوكي، الاكسترا اوكيولار مصل ايش راح نشوف؟ راح نشوف 4 ركتاي 2 اوبليك اند ذس اللي هي ليفيتر بالبيبيري سوبيريورس. خلينا نحكي واحده واحده. الركتاي اللي هن يكون يعني ستريت، هاي طبعا هاي الرايت اي، هاي هي الرايت اي، فهاي راح تكون لاترال ركتس، هاي راح تكون لاترال ركتس. هذه العضله هذه اللي جوا فقط، هاي هي السوبيريور ركتس. اوكي، هذه العضله اللي هنا صايره، هنا صايره صايره ستريتد مقابل هاي بالضبط، نسميها ميديال ركتس. وهذه العضله اللي جوا صايره هم ستريتد، نسميها انفيريور ركتس. اوكي، فصار عندنا 4 ركتاي، هذه لاترال سوبيريور ميديال اند ذيس از انفيريور ركتس. اوكي، بعد شنو عندنا؟ عندنا 2 اوبليك. الاوبليك عندنا هذه هي اوبليك وحده، هذه منا جايه، منا رايحه للحافه هنا بالاوربت، بالبوني اوربت اللي هو
تروح منها تجي اذا تشوفوها بالفيديو منها واصلا هنا الستركتشر نسميه تروكليا. هذا الستركتشر نسميه تروكليا راح يسوي راح يغير الدايركشن تشينج ذا دايركشن اوف ذا تندن اوف سوبيرر اوبليك. هاي نسميه سوبيرر اوبليك لذلك هي اوبليك لانه صار بيها تشينج بالدايركشن عن طريق التروكليا. اوكي هاي سوبيرر اوبليك. فقط اخير عضله او قبل الاخيره هاي العضله الاوبليك الثانيه اللي هاي العضله نسميها انفيرير اوبليك. انفيرير اوبليك واخير عضله نهاية هي هذه اللي فوقها الصايره ليفيتر بالببري سوبريورس. ليفيتر بالببري سوبريورس كل عضله من ذني لازم نعرف النيرف سبلاي ولازم نعرف الاكشن. خلينا نحكي عن النيرف سبلاي. النيرف سبلاي اكو مختصر على مود ما ننسى اس او 4 ال ار 6 باي 3. يعني شنو معنى الاس او 4؟ يعني سوبيريور سوبيرر اوبليك. سوبيرر اوبليك هذه هي السوبيرر اوبليك اللي جوا نيرف يعني انيرفيتد باي 4 كرانيال نيرف اللي هي اس او 4 اللي هو تروكليا. ممكن ما اهم نتذكر انه هذا الجزء هم تروكليا وهو انيرفيتد باي تروكليار نيرف. اوكي ال ال ار 6 ال ار 6 يعني لاترال ركتس هاي لاترال ركتس سبلاي باي 6 كرانيال نيرف اللي هو ابدوسنت نيرف. اوكي اخير شيء البقيه كلهن اللي هو يشمل سوبيرا ركتس ليفيتر بالببري سوبريورس ميديا ركتس انفيرر ركتس انفيرر اوبليك كلها تتغذى بال ثيرد كرين نيرف اللي هو اوكيلو موتور نيرف. اوكي بالنسبه للفانكشن شويه نحتاج نعرف اسماء الحركات بالعين. العين هاي الحركه هاي نعتبرها رايت ارم. اذا تحركت هيك نسميها ابدكشن. اذا تحركت هيك نسميها ادكشن. اذا تحركت هيك نسميها اليفيشن. إذا تحركت هي نسميها ديبرشن. إذا تحركت روتيتد انترنالي يعني سوبيرال بارتي يسوي روتيشن انترنالي نسميه انتورشن. وإذا بالعكس نسميه اكستورشن. اكستورشن اوكي. فخلنا نجي واحدة واحدة. بالنسبة طبعا الليفيتر بالببري سوبيروس هي وظيفتها بس ليفيتر يعني رافعة بالببري يعني الجفن الأعلى. اوكي فهي شغلها بالليد بالايليد. بينما خلنا نجي للركتاي والأوبليك. هذه اللاتر ركتس ايش تقدر تسوي اذا تقلصت؟ تقدر تسوي ابدكشن فقط. اوكي ابدكشن. الميديا ركتس ايش تقدر تسوي؟ هاي الميديا ركتس اذا تقلصت تسوي بس ادكشن. ادكشن اوف ذا ار. نجي للسوبيرا ركتس. السوبيرا ركتس اذا اول شيء تقلصت ممكن شيء تسوي؟ تسوي اليفيشن. هذه وحده. الثانيه ممكن شيء تسوي؟ ممكن تسوي انتورشن. ليش؟ لانه هي متجهه اوبليكلي صحيح هي ركتاي يعني عدله بس هي اتجاهها ويا الجسم اوبليك فاذا سحبتها راح تسوي انتورشن. اذا شوفوها هيك تسوي انتورشن. وبعد ممكن شو تسوي؟ ممكن تسوي ادكشن. ادكشن لان هي صايره للامام فلما تسحبها ممكن تسوي ادكشن همات. اوكي الانفيرير ركتاس ممكن شو تسوي؟ ممكن تسوي ديبرشن. الانفيريراكتس ممكن تسوي ديبرشن ممكن تسوي ادكشن. اوكي بعد ممكن شو تسوي؟ ممكن تسوي اكستورشن. اكستورشن عن طريق لما تسحب من جوا راح تسوي لها اكستورشن. اوكي بقى منو عندنا؟ عندنا السوبيرر اوبليك. السوبيرر اوبليك شنو ممكن تسوي؟ السوبيرر اوبليك ممكن تسوي ديبرشن ممكن تسوي ابدكشن وبعد ممكن شنو تسوي؟ ممكن تسوي ديبرشن تنزلها وممكن تسوي ادكشن وممكن تسوي انتورشن. ممكن تسوي انتورشن. اوكي الانفيرير اوبليك شو ممكن تسوي؟ هي تجي من هنا ترتبط لهنا فممكن شو تسوي؟ ممكن تسوي ان ابدكشن اليفيشن. ممكن تسوي اليفيشن ممكن تسوي ان ابدكشن ممكن تسوي ان اكستورشن. اوكي ممكن تسوي اكستورشن وهاي تحفظ يعني الافضل الفانكشن ذني يطلعون جدول وتحفظوهن مثل ما موجودات واكو في الطرق الاختصار على متحفظ الفانكشن.